أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن دون تسجيل أي حوادث أمنية، وذلك بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت ميناء الحديدة اليمني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. في السياق ذاته أكدت مصر أنها تتابع وبقلق بالغ العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة.